مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وسعيد بلقائكم مجددا على قناة البلاد. وفي البلاد اليوم يعني حس البلاد اليوم اللي يوميا تأتيكم بالجديد والمستجد، وتحاول تتبع يعني المستجدات اللي راهي موجودة في الجزائر. طبعا احنا رانا في أجواء العيد الكبير اللي نتمنوا انه كل الجزائريين يعيدوا بصحة. ولهنا كنا البارح تكلمنا مع مدير شبكة أو توزيع المياه في جزائر الشرق على نهار العيد وكذا. اليوم راح نتكلموا على موضوع عنده علاقة تقريبا بالعيد، وعنده علاقة بجانب بيئي، وعنده علاقة بالغابات. الغابات، وراح نقول لكم أكيد المواطن يتساءل هل يقدر مثلا في هذا العيد هذايا يعني يدير شوى تاعو في الغابة، ما يقدرش مع الحرائق وكذا والغابات اللي تحرقت. راح نقول لكم كي تخلص تقريب تخلص الحصة وين تقدروا تروحوا يعني ديروا الشوى تاعكم، وش من الغابة اللي تقدروا ديروا فيها الشوى تاعكم. وطبيعة الحال الكلام هذا مش أنا اللي راح نقوله، راح يقولوا الأستاذ أو السيد رشيد بن عبد الله، رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات. مرحبا بك سي رشيد. بارك الله فيك، السلام عليكم ونشكركم على الدعوة. الله يسلمك. وكيفاش نديرو، نبيعو لك ولا على حسب البدلة؟ والله التحية هي تحية الإسلام اللي نسحقوها الأولا، السلام عليكم. السلام، ونبيعو إن شاء الله الناس اللي راهي في الميدان اللي راهي تقاوم في الحرائق. اللي راهي تقاوم في الحرائق. نعم، هذوما نبيعو لهم. نبيعو لهم، نعم نعم، يعملوا مجهود كبير، ونقولوا مجهود كبير بزاف. الحصيلة سي رشيد، حصيلة كبيرة ولا صغيرة؟ ولا المواطن العادي هكذا اللي راه يشوف فينا مثلا من دارو يقول لك سمعنا قرينا فيسبوك، ربما شاهدنا كاين ناس، احنا في العاصمة بالك ما شفناش، ولكن ناس اللي في تيزي وزو، اللي في الغرب، اللي في مستغانم غيليزان، اللي ربما في عنابة في قسنطينة، شافوا الحرائق بأمي أعينهم. الحصيلة كبيرة بزاف ولا شوية يعني؟ شوف أستاذ، راك ذكرت بعض الولايات. هي تقريبا 38 ولاية تقسس بالحرائق. عاود لي أستاذ، 38 ولاية على 40 ولاية. احنا الولايات الجنوبية ما نتعاملش معهم لأن فيهم أشجار من النخيل، وكل ما يخص يعني المحاصيل الزراعية هي تابعة لإدارة أخرى. نعم. 38 ولاية ما نقاسش غير. تقصد 38 ولاية؟ 38 من مجموع 40 ولاية، يعني تقريبا ولاية الشمالية. 38 ولاية تقاست بالحرائق. تقاست بالحرائق، غير يعني بسكرة والبيض اللي ما تقاسش بالحرائق. إذا الحصيلة من أول جوان إلى 4 أوت، يعني كانت فيها تقريبا 1251 حريق. بمساحة إجمالية تقدر ب 9400 هكتار، يعني أكثر من 9000 هكتار. نديروها 10000 هكتار. أنا نديروها 9000 هكتار باسكو كاين 4 بليس، كاين 4 هكتار. 9000 هكتار. من 9000 هكتار هذيك كاين 26% غابات، لأن على بالكم باللي الغابة احنا كنا نصنفوا الغابة هي غابة أدغال وأحرش. أيوا. إذا نعطيك أنا معلومة أخرى، يعني الغابة على الأدغال مش غير في إفريقيا أستاذ. لا لا، أدغال إحنا الأدغال دوك نقول شغل إحنا جايين في أوروبا يعني. لا، أدغال ماشي أدغال، أدغال أدغال إفريقيا، حتى أدغال واحد أخرى. أدغال تعريف الغابة. تعريف الغابة، القانون كيفاش يعرف الغابة الجزائرية؟ الغابة يعني في الشمال في الهكتار الواحد لازم يكونوا 100 شجرة في الهكتار الواحد، والشجرة تكون أكثر من 7 أمتار. هذه تسمى غابة. يعني في المدن الداخليه تكون فيها في الهكتار واحد يكون 300 شجره، وكل شجره يعني تفوق 7 امتار، هذه تسمى غابه. الادغال هي كل الاشجار اللي تكون تحت 1.50 متر، هذه تسمى ادغال وتكون كثافه تاعهم. والاحراش هي عباره عن حشائش، كل اللي داخله في الاملاك الغابيه الوطنيه تسمى، يعني احنا نحسبوها. دونك استاذ قلت لي 9000 هكتار اختار تحرقت، يعني من انا قلت لك ان يعني غابات ادغال واحرش تقريبا 26% هي غابات. يعني السؤال مليح، تحرقت كامل، كاين اللي تحرق وكاين اللي يعني تفوت عليها، احنا نقولوا اون فرونسي باركوري بارلو، يعني فات عليها النار. نعم. احنا على بالكم نقول لك بلي احنا نتعاملوا مع الوكاله الفضائيه الجزائريه فيما يخص متابعه الحرائق، وكذلك متابعه الحرائق يعني في وقت الحرائق
بعد ما تخلص يعني الحرائق يعني المساحات حنا كاين اماكن من نحقولهم حنايا هما يعطونا المساحه شحال محروقه وكذلك بعد الحرائق يعني بعد الحرائق يعني تقريبا 6 شهور بعد الحرائق الامطار الاولى ولا نشوفوا في لقينا بلي علاش قلت لك انا باركوري بار لو فو يعني فات عليهم النار يكون فيه تجديد طبيعي للثروه الغابيه تجديد طبيعي اذا كانت الغابه تقاست يعني ثلاث مرات متتاليه ما تجيش طبيعيين اصبرني بالحضر لهنا تفضل باش المواطن يفهم مليح تجديد طبيعي هذا فهمني بشويه تجديد طبيعي يعني يعني ربي كي خلق الغابه ما مالغري يعني الانسان يدخل يحرق لا لما يدخل شويه يغرسها كاين اله يقوم ب يعني كاين اله اللي عاود يدير لنا تجديد الغابه الغطاء النباتي هذه نقولوا حنايا في لما الغابه ما تقاسيش الخطرات المتتاليه يعني النبات الغطاء النباتي النباتات ما تقاسش الخطرات المتتاليه اذا كانت قاست الخطرات المتتاليه ما يزيدش يجدد الطبيعيين طبيعيين ما يبش طبيعيين لقينا باللي يعني الوكاله الفضائيه يعني بالصور ديالها صبنا تقريبا الغابه الجزائريه تجدد طبيعيين تقريبا 60% لكن باش تولي غابه لازم لها 50 سنه باش تولي غابه لازم 50 سنه نعم 50 سنه وباش تحرقها في دقائق ممكن عشر معشار ثانيه نعم يعني يعني تشوف يعني يعني الكارثه وراهي الكارثه راهي في يعني هنا يعني الاي سيتقلب الخسائر استاذ الخسائر هذه كيفاش تقدروها كيفاش انا كمواطن نقدر الخسائر وش هي الخسائر ما معنى بحساب الخساره تحرق غابه ولا شجره ولا انا كمواطن نشوف اللي كانت عندي غابه خضرار والجمال وكل شيء وكي نعاود نفوت يعني غدوه نضيف ما نلقاهاش ديجا هنا العين يعني اللي كانت عندي نظره شابه يعني حاجه شابه ونظره جميله وكذا هاي راحت هنا ديجا هنا خساره بلا ما نقول لك بلي نخسروا الاكسجين بلا ما نقول لك بلي نخسروا يعني سود التلوث بلا ما نقول لك بلي ما يكونوش عندنا امطار بلا ما نقول لك بلي الحياه المواطن يعني الانسان يتدهور ولا يموت يعني في الحريق بلا ما نقول لك بلي حيوان تكون داخل تموت يعني تسلسل يعني في خسائر كبيره جدا في خسائر كبيره معناها لو كان نقيموها بالصوارده ما عندهاش يعني ما نقدرش نقيموها يعني فيها حياه فيها بزاف طيب استاذ سي رشيد انا نحب نقول استاذ واش هي الاسباب تاع الحرائق هذه والله الاسباب هي اسباب يعني شوف فيها يعني ميدانيين هي اسباب يعني كما نقولوا حنايا عامل بشري الانسان يعني يقوم بالاعمال الاعمال يعني الاعمال يقوم بها كما نقولوا حنا تسيء الغابه قصد او بغير قصد نشوفوا حنايا باللي الغابه الجزائريه من خاصيه تاعها الناس ساكنه داخل الغابه او مجاور الغابه الانسان كي يكون في الغابه يعني في الملك ديالو في المنزل ديالو في الكوخ ديالو يحب ينقي يحب يقوم بعمليه يعني نقي المكان ديالو بعد كي يخلي كي يحب ينقي يحب يحرق لا يعني لا واش يعني واش فضل من هذاك التنقيط المحيط يخلي يشعل النار ويروح يدور ولا وهنا يا تهرب له جمره صغيره تقدر ونقول لك يعني صارت لنا هذه في هذا العام يعني مرة الله يرحمها مات بهذا السبب ربي يرحمها الله يرحمها مات هي وهي من بعد يعني مات البنت تاعها طيب هذا ربما يكون ما نقولش غفله ما نقولش سذاجه ما نقولش ربما يعني غير مقصوده غير مقصوده غير مقصوده طيب ولكن هل كاين المقصود يعني الفعل الاجرامي لانه احنا نسمعوا كلام هكذا لا انا شخصيا كما يقولوا لازم هذا المجرم هذا يعطيني عقله باش نقدر نصدق باللي شعل الغابه بالعاني يعني هل كاين هذا كاين ناس واحد اخرين ثاني كاين يعني بالسذاجه تاعهم يحبوا يكبروا المحيط على خاطر راه عنده يعني عنده الانغام تاع يعني الغنم ديالو ولا يحب يعني يكبر المحيط ديالو باش يجدد الغطاء النباتي باش يشربوا واش ياكلوا عن قريب يعني شهرين من بعد ولا تكون فيها موسم الامطار تجدد هذا كاين اللي يحب يكبر المساحه ديالو باش يزرع كيفاش يكبرها ومن بعد كي يكبرها يحرق نعم هذا المشكل هذا هو يحرقوا كاين الناس اللي تحرق يعني قلت لك انا كاين الناس اللي يدير في العام فهي تعمدا يعني تحرق كاين الناس كذلك اللي هم يقولوا عليهم ويهضروا عليهم كاين الناس وانا دوك نجاوبك على هذو اللي يقول لك الفحم عمليه التفحيم هي عمليه يعني تقنيه اللي يعرف لها غير المول الصنعه كما يقولوا
عملية تفعيل. عندنا يعني دي بتيت انتربريز يعني مؤسسة صغيرة لتعمل تحت الرقابة يعني إطار تحت رقابة العون الغابات. يقولوا واش السجرة اللي قطعها هي سجرة مكسرة واحدة عليها ويدير ويقوم بعملية الردم كل هذا ويشعل يعني ويخليها يعني الفحم يطيب بعقله يومين ثلاثة أيام أربع أيام هذا هو الفحم صحيح. هذا العمل أنتم تراقبوه وتعرفوه نعرفوه لكن الناس هذا اللي يتشعل ويقولوا الناس نسمعوا كما كنت سمعوا أنتم يقولك الناس باللي راه يدير باش يبيعوا الفحم ما مش يبيعون في الفحم هم يبيعون في الحطب يعني المحروق يعني كارثة. وهل كاين تحقيقات مثلا نعم وصلت وأكدت باللي كاين الناس يبيعوا هذا الحطب المحروق اللي تقول عليه؟ لا البيع الحطب المحروق احنا راح نشوفوه يعني نشوفه احنا نشوفه برا باللي حطب. وانا كذلك يعني انا شريت ثاني الفحم شريته بلي ما شعليش اوكي الناس ياكدوا لي دروكا بلي نحضر يعني في التلفزيون يقولوا يعني داو فحم كيشعلوه ما يشعلش على خاطرش ماشي فحم يعني كان حطب محروق. معناها استاذ سامحني يا تفضل انا كما يقولوا مواطن بسيط هكذايا انا بالي الفحم مش هو اللي هو اسود هو فحم كل حاجه كحله هكذا حطبه كحله مفحمه فحم لا 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 اخي لا الفحم يعني فيه تقنيات يعني كما يقولوا احنا يطيبوه باش يقوم بالجد اذا كان تحرق ديجا وما فيهش الاكسجين يعني نحوم تنحت لحالو كلش يبقى يعني حطب محروق. كاين ناس يقول لك باللي الناس شعلك دي بيرومان دي بيرومان انا نحكي لك يعني تقريبا عامين ولا وحكيتها في البلاطو هذا كاين ناس اللي بيرومان هما الناس المصابين بمرض اشعال النيران نيران نعم كاين يعني ولايه من ولايات نقول انا نعاودها استاذ متقاعد في ابتدائي شعل النار كيحكموه الاعوان تاعنا قال لهم انا نحب نشوف النار نحب نشوف حتى النار تشعل ونحب نشوف يعني الحمايه تجي ونحب نشوفكم انتم تجي هذا مرض هذا طبعا مرض صحيح مرض. هذه حاله مرضيه حاله مرضيه حاله مرضيه وبالمناسبه لي بيرومان هذوما كاين في كاين ماشي غير لي بيرومان في الغابات كاين حتى لي بيرومان بوليتيك كاين لي بيرومان ايكونوميك كاين لا بيروماني هذه راهي ظاهره استمالدي مرض نعم مرض نعم ولكن احنا في المديريه العامه او في اداره الغابات كل حريق وخاصه الحريق اللي فيها خسائر كبار نقوموا بعمليه نديروا دي بي في كونستال اللي نمدوهم نقدموا للوكيل السيد وكيل الجمهوريه هو يامر يعني يفتح تحقيق. طيب سي رشيد يتكلموا على قضية القرد الشمال الإفريقي أو القرد الشمال لو ماغو يقولوا شفنا صور فيسبوك صور مهولة يعني هل الحقيقية كاينة منها مكاش؟ والله صور أنا شفناها كما شفتوهم أنتم يعني القرد لو ماغو السنج ماغو هذا نعم اللي موجود في الجزائر يعني نزيدو نعاودوها يعني تاع الجزائر القرد الجزائري ما عندوش ديل يعني كون جبدوا الصوره تاعهم نصيبوا باللي القرد اللي مصور في يعني في عنده ديل احنا ما عندناش هذوك لا ما عندناش من هذاك الصنف في 28 لو كان هكذا نكون نمشي استاذ في جيجل مثلا ولا في قورايا ولا هنا في شريعه ولا وين كاين ولا في جرجره في جرجره نعم. جرجره ونشوف هكذا واحد عنده ذيل نقول له انت خاطينا اخو ماكش جزائري انت حراق هذا جزائري حراق هذا نسلموا على القرود تاعنا سفالي ماكو هذوما السج ماكو يعني نقول لك انا في جرجرة 28 جويلية صارت حريق تماك تقريبا في 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 جرجرة في جرجرة في جرجرة يعني في الحاضرة الوطنية الجرجرة هذا هي فيها ولاية بويرة ولاية تيزي وزو في هذه المنطقة قعدنا تقريبا 4500 قرد يعني يتحرقوا ولا ربعة من القردة لقينا يعني لقيناهم لقينا محروقين لقينا يعني زوج يعني تفناهم بالتقنية تاعنا ندير لهم الجير يعني باش نستعملوهم لغرض بيداغوجي داكور واثنين يعني نحن نستعملوهم في الميزي دونك هذو اللي كاين ناكد أربعة قد لك عاود لي العدد الإجمالي أستاذ العدد الإجمالي يعني من القرود اللي تحرقت يعني خمسة ما كاش اكثر من خمسه هذه والتاويلات فيسبوك ولا في الجرائد ولا ما كاش يعني لا ما نشوفوش يعني غير القرده نشوف الطيور نعم هذه كاين الحشرات كاين الزواحف كاين كل هذه الاصناف راهي تموت الناس راهي كبرت فيسبوك مام دارونا يعني صوره تاع قط
القط واش جهه الغابه، القط ما يدورش في الغابه، القط اليف يقدر يدور اكثر من يعني. ولكن اسمح لي سي رشيد يزيد فضلك، كاين ناس تسكن في الغابه. لا 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 ما لا القط البري، لا القط البري حاجه اخرى، هذاك ماشي قط بري يعني. قط هذاك يعني لو كان لو كنت لقيت بها انا نديها هكذاك محروق ونديه، ما شاء الله يعني شباب وما يعني ما بوزيسيون ديالو كان بوزيسيون تاع قط راح يتصور ما راحش يتحرك. القط البري تقصد النمس ولا؟ لا لا اللي هو ما يسمى هذاك اللانكس، هذاك الو لانكس، اللانكس هذاك يعني يعني عندنا من هذاك. كاين يعني حيوانات اخرى كثيره ربما المواطن الجزائري قد لا يعرفها وربما نادرة في الجزائر. نعم. نادرة في العالم. نعم. وتجي غير بلك موجودة غير في الجزائر وقد تصاب بهذه الحرائق. نعم انا كما قلت لك انا اكدت لك على الحيوانات اللي ما تقدرش يعني تهرب وتطير، ولا يعني الحشرات الزواحف هذو كامل هذو حاجه اللي القرد، القرد راهو راهو يعني كما نقولوا حنا يطير ماهوش يعني يعني البربري يعني هذا ثاني يعني موجود يعني في منطقه كما رحنا الطرف عنابه ما يشبه هذاك ثاني سوق هراس قال ما هذاك ثاني وكاين موجود عندنا موجود يعني في تونس كاين يعني حيوانات يعني نادره كاين نباتات نادره موجوده يعني انا ندير لك انا غير في منطقه الشريعه تقعدنا 687 صنف من اصناف الحيوانات 687 عندنا 1100 صنف نباتي موجودة يعني أنا غير في الشريعة حضرة الشريعة حضرة الشريعة عندنا تقريبا يعني نعطيك أنا 900 وشي قرد من قرد يعني مساج ماغو. نعم. كل هذه يعني الثروة كما هذه نتأسفوا عليها. طيب سي رشيد منذ قليل كنت تقول بأنه لقينا أستاذ هكذا بيرومان يعني مصاب بهذا المرض هذا يحرق الغابة قال كان نحب نشوف النار إلى آخره، لكن كاين اللي يقولوا بأنه يعني لي بيرومان دو فونسي يعني. نعم. هذا الناس اللي مرضى باشعال النيران من اجل العقار. نعم. وكاين ناس تكلمت حتى على اما قرايا بجايه في بجايه وكذا قال لك تسمى البيطون راه يزحف يعني. نعم. هل كاين هذا الامر هذا؟ ما تنساش باللي احنا في الجزائر ثاني كاين غابات خاصه الناس غابات تاعهم، لكن بفعل الناس اللي عندهم غابه تاعهم يعني بفعل الوقت ولا دخلوا في دخلوا ك ك كما نقولوا احنا دخلوا في الغابات الوطنيه الجزائريه. اسمح لي خاصه دخلت في الغابات. نعم نعم لان الانسان هذاك راح يعني تقريبا 10 سنوات ولا وكبرت ولا غابه دخلناها، لكن الا كان انسان عنده الوثائق ديالو يعني احنا التفقه ديالو وحنا يعني نعينوا خبير في هذا المجال، لكن احنا الوسيله الانسان اللي يحب يريكوبير يعني الفونسي ديالو ماشي بالحرق. كاين وسائل كاين لي بروسيدير الحيازه كاين لي بروسيدير. نعم كاين بروسيدير يعني كاين بروسيدير ماشي بالحرق يعني باش تريكوبير يعني انسان يسترجع للاملاك تاعو. لا كاين طرق باسترجاع اذا كان الناس هذو ثاني كذلك اللي يحبوا يحرقوا باش يديو هادو يقسموها باش يقسموها الفونسي وما يشبه باش يقسموها. انا نظن ما راهيش سايبه انا نظن على حسب رايي دوك انا ما نعرفش كيما قلت انت المافيا الفونسيه ولا ما نعرفوش هذا. مي كيما راناش في كاين قوانين كاين الناس عندك وثائق هو ما راناش الان سايبه استاذ ولكن من قبل كانت سايبه. نعم. الناس تسمى اسمح لي شغل قطعوها يعني كانت سايبه من قبل في تيبازا وسابت مثال يتكلموا على تيبازا سابت يعني المحاجر وهذه المسائل هذه مناطق غابيه يعني مشاهده وفهم واش راني نقصد. نعم معليش دوك حنا كيما نقولوا حنا اذا كان الناس تسبت يعني انا نهضر لك على اطار يعني العوان تاعنا نتسبوا او المصالح تاعنا تسبت يعني كاين العداله طبعا والحمد لله دوك انا كما قلت انا تحررنا العداله تحررت ولا كما نقولوا احنا ليك لا يخلص طب راسو يعني اللي مد يعني متقطعه او محجره ولا العداله راهي موجوده طبعا طبعا. استاذ رشيد احنا ما بقناش كثير من الوقت يعني بالك دقيقه ولا نروحوا فاصل او زكريا قال لي روح فاصل انا رايح زكريا نعاود نولوا نكملوا النقاش. نعم. اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل اذا تكرمتم قو معنا. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا، رانا نتكلموا على الحرائق اللي صارت في الجزائر ونتكلموا كذلك على المساحات، تكلمنا على المساحات اللي تحرقت ويعني الأسباب وغيرها مع السيد رشيد بن عبد الله رئيس مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق
بالمديرية العامة للغابات. إذن سي رشيد نكملوا برك إذا كانت كرمت، مقارنة بالسنة الماضية هذا العام كثر ولا العام اللي فات اللي كثر؟ لا نعم، في نفس الفترة نقول لك أن العام اللي فات كانت كما نقولوا إحنا لاميراني تاعنا من 62 لهنا تقريبا كانت عندنا 2312 هكتار اللي تحرقت، وحنا رانا 9000 هكتار. ولكن السنة اللي قبلها اللي قبلها 2017 في نفس الفترة كانت عندنا 12000 هكتار، وهذا العام يعني 9000 هكتار. نجمو نقولوا باللي يعني راهي كيف ما نساوش باللي دروكا رانا خارجين من العيد. الناس تقول باللي الفحم سحب الفحم ولا دروك راهو يستنانا اوتو سيبتمبر تكون يعني شغل يفيد تكون في درجه الحراره مرتفعه. هذه اللي نخافوها الايام اللي نخافوها هي اوت ونخافوا سيبتمبر كذلك. ماشي جويليا مثلا؟ لا كاين اوت. نعم كاين وين يعني في 2017 كاين وين في اكتوبر كانت عندنا مساحه كبيره من الحرائق صارت في مات اكتوبر. طيب سي رشيد، الوسائل اللي عندكم كافيه غير كافيه؟ تحتاج الى تطوير؟ لو بيرسونيل تاعكم كافي غير كافي؟ الاجره تاعكم خالصين مليح ماشي خالصين مليح؟ والله الاجره تاعنا احنا اوني دي فونكسيونير وتقبلناها، دي فونكسيونير فونكسيون بوبليك، هذه هي فونكسيون بوبليك. دونك تبقى يعني في الوسائل عندنا بيرسونيل ما عندناش تقريبا، احنا نجمو نقولوا من 20 25% تاع البيرسونيل تاعنا راح اورترات. دونك ميم لا ريستريكسيون بيجيتير هذيك كما يقولوا اللي رانا فيها ما تاع تقشف. دونك حنا ما عدناش ما زدناش عوضنا الناس هذوم، نسحقوا الاعوان. يعني انا تقريبا نقول لك اعوان تقنيه اللي حنا عندنا كور كومان وكور تكنيك. كور تكنيك عندنا تقريبا 7000 موظف، في التكنيك عندنا 5000. اذا نقصنا قلنا بلي واحد 1000 راهم في المكاتب ولا يبقى الاخرين راهم متواجدين في الغابه. اللي نعملكم بلي حنا اون دي جيسيون نسيروا الغابه هذه كل امورها يعني في كل ما تطلب الغابه. قلت لك انا احنا رانا في حيت الوسائل ناقصين بالنسبه لنا، رانا ناقصين الوسائل. اذا شفنا عندنا سيارات ربع على بالكم بلي احنا ثاني احنا نقوموا بعمليه الحراسه في اليمات يعني اليمات الحرائق، حراسه التبليغ والتدخلات الاوليه. عاودوا للمواطن انتوما المهمه تاعكم الحراسه التبليغ والتدخلات الأولية. نعم معناها كاين تدخلات من بعد مكان تدخلات الحماية المدينة. حنا كي نقوموا يعني بالحراسة نبلغوا بالحريق تكون في تدخلات أولية. إذا ما قدرناش الحريق أعوان الحماية المدنية بالوسائل الكبار اللي عندهم بارابول تاعنا احنا يدخلوا معنا. وما تنساوش كذلك حنايا احنا كي نقولوا تدخل أولي نبقاو مع الحريق نبقاو نقوموا مام يعني في الأخير عملية تبريد. على بالكم باللي الجمر ولا نعاودوا نقلبوه نعاودوا نبردوه باش ما يتعاودش يتجدد في ما يتعاودش يشعل. دونك حنا مساحه ونقوموا بعمليه احصاء المساحه المحروقه. دونك حنا يعني نقولوا احنا تدخل اولي لكن نبقاو احنا الاخرانيين من نخرجوا من التعاون. نعم. وفي الوسائل سي رشيد مش راح نقول واحد الكلام تدخل لي ولا صحيح ولا لا، في الوسائل مهما كانت عندك الوسائل كي تتحرق غابة نعم دي كل وسائل جيب الوسائل اللي حبيت. نعم. غابة راح تتحرق. نعم. تتحرق يعني الوسائل احنا كما نقول احنا سو باز على التحسيس والتوعية. اولا نحسوا المواطنين نحسوا كل هذو الناس اللي تكون في الغابة. طيب سي رشيد، والناس اللي يقولوا مثلا اليوم ناس تشوف فيسبوك تشوف قنوات العالمية تشوف كذا يقول لك علاه ما عندكمش طائرات مثلا؟ علاش طائرات اللي بثانية ترفد مش عارف كم من متر مكعب وترش به والله احنا انا قلت لك انا باللي احنا القانون احنا كثر التدخلات الاوليه. عندنا وسائل كما قلت انا عندنا وسائل صغار اللي هي سيارات رباعيه الدفع من دوك انا جبنا تقريبا عندنا 80 الاخرانيين اللي جبناهم تاع 1000 لتر سينو عندنا تاع 600 لتر نقوموا بتدخلات اوليه. ما تنساوش باللي احنا الغابه الجزائريه خاصيه تاعها ثاني وعره المساكن تضاريس وعره تضاريس وعره. يعني احنا نتمنى يكون عندنا طائرات ولكن من حيث الفعاليه تاعها يعني نعم اذا كانت نقولوا احنا ناخذوا يعني نسميوها لي كندار لان كانت لي كندار يعني فيها يعني عندها قيمه تاعها غاليه. وكذلك نستعملوها احنا نستعملوها غير في اطفاء الحرائق. وقت تكون عندنا حرائق يعني شهر ونص ومن بعد وين نديروها من بعد انا ليتيليتي تاعها لانه ربما تحتاج الى
تضافر جهود قطاعات أخرى لاستعمالها في مجال استعمالات متعددة. هذا ممكن؟ والله لو كان يعني نشوفوا هذه فرضية ننجم نقول نشوف فرضية نشوفوا يعني وزارات يعني وزارة الصحة ولا الحماية المدنية ولا كذلك بعض الوزارات نشوفوا يعني مع وزارة الفلاحة باش نقوموا بهذه هي تقوم تقول تكون متعددة يعني الصلاحيات يعني في الغابات في الرش في يعني في بالك ديبلاسمون تاع لي بليسي بالك امور كيما هادو من الفوق يعني يكون يعني مشروع ولا يكون فيها امور كيما التخميمة. واليوم نعطي معلومة فقط للمشاهد الكريم، وزير الداخلية أمر بفتح تحقيق رسمي في الحرائق هذه اللي اندلعت وقال بأنه سيطبق القانون، وهذا بحضور يعني كان في حديث على موسم اصطياف وكذا بحضور المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني، وقال سيطبق القانون. نعم، وش هو القانون اللي يطبق علي أنا مثلا لو كان نحرق نشعل نار في الغابة؟ تشعل نار في الغابة ويعني تحكم ويكون يعني كما يقولوا احنا تكون كونسيون، ما تقولش يعني كما يقولوا لنا كاين ناس يتحكموا يقول لك لا هذا مريض عقليا ولا يعني فيه تطبيق خبرات يعني القانون يقول مع 10 سنوات إلى 20 سنة تروح المؤبد، إذا كان فيه وفيات تروح حتى الإعدام. دونك وحنا قلنا احنا قلنا كل حريق فيه اذا كان حريق كبير نقوم بعمليه يعني يكون فيها التحقيق، وحنا نتعاونوا في اتفاقيه مع الـ مع الـ مع الدرك الوطني في مجال لانفيستيغاسيون في التحريات وما يشبه، وتحقيقات راهي كاينه وسيتو يعني في الايام هذه وين شفنا الوتيره تقريبا. انا نقول لك تقريبا هذا الاول 2-3 والرابع اوت سجلنا تقريبا 31 حريق يوميا هذه 31 حريقة يومين، يعني طبيعة صح طبيعة درجة الحرارة مرتفعة وريح من وعسير وكل هذه تزيد فواتير يعني تزيد في انتشار الحريق، لكن العامل البشري هو اللي يعزي. وإن شاء الله أنت أستاذك تكلم هنا بالخبرة والتجربة. نعم، الغابة ما تشعلش وحدها، ما تشعلش وحدها. كاين الناس يقول لك فيسبوك أستاذ اسمح لي ربما كاين اللي يعني يرمي قارورات هكذا تاع الخمر جل الله وقدركم ولا صح، شفنا بعض المناطق في الجزائر يعني على حافة الطريق سواء في الشرق ولا في الغرب ولا نعم في الوسط ولا كل ولايات. نعم، في تقريبا كل ولايات ناس ترمي برك، هل هذه صح تساعد في الحرائق ولا والله هذه تلوث البيئة تلوث الغابة. أنا شفت أنا حضرت أنا نشوف السمش كي تضرب في الزجاج ما والله لازم لها يعني ساعتين وثلاث سوايع تكون يعني هذه 1.000% بالمئة ما تجي تكون هي لكن رمي النفايات داخل الغابة تقدر تكون هي تدير شرارة في النفايات، على بالكم باللي التفاعل الكيميائي في النفايات يقدر يشعل النار طبيعية، التفاعل الكيميائي تكون إكسبلوزيون وتكون فيها نار تكون فيها انتشار. عاود لي هذه أستاذ. التفاعل الكيميائي كي يكون النفايات يعني نفايات مرمية يكون تفاعل أنا هذا اسمح لي هذا المزال العشوائية. نعم هذه تقدر تأثر هذه تسبب في عدة يعني مناسبات أو عدة يعني حرائق كانت فيها هي المتسببة هذه اللي وحنا نبهنا يعني الولايات اللي فيها هذا المسمون، بعدين نبهنا كذلك يعني الأميار باش يقوموا بعملية هي وشنو هي لازم يديروا سياج يعني في المحيط وين يرموا يعني النفايات هذو اللي تكون مرخصة، هذه اللي تكون مرخصة ما قاموش بالأعمال تاعهم اللي لازم يقوموا بها العامل، يعني كي تكون نفاية مرخصة اوتوريزي تما باش يرمي يدير لها سياج ويدير لها يعني اون بوند بروتيكسيون يعني حافية وين يعني بتكون محمية تقريبا 5-10 أمتار باش ما تنطلقش النار. هذه أستاذ تقصد أماكن الردم ولا النفايات هذيك المنزلية الصغيرة تاع مجمع سكاني هكذا يرمي لا مجمع سكاني يعني ولا تقصد أماكن الردم أماكن اللي يكونوا كبار يكونوا قرب الغابة هذه تأثر لأنك تكون حريق يعني كما نقولوا احنا يعني ورقه ولا تطرف السماء تصوت يعني تروح لجهه اخرى او تمشي احنا هذه نقولوا يعني المصالح البلديات باش يقوموا اموا بعمليه
الوقاية وهذه سي امبورطون. كذلك عملية الوقاية لازم تكون في الأماكن وين الناس راهي ساكنة داخل الغابة. شفنا الكارثة العظمى أنا شفتها يعني 2017 رحت يعني شفت أنا حرائق ولا كاين الناس ما يقوموش ما ينقيوش الحال قدام دارهم اللي كيكون يعني يعني الأعشاب هذيك الميتة يعني تقدر صوت الحارق من عنده لدارو او ما يدير هذه يدير هذا الشريط الوقائي هذا الشريط باش يقي يعني المؤمن بالممتلكات تاعو يقي دارو يقي الاملاك ديالو يقي العائله تاعو الله يرحمه يعني صبي اللي مات في اللي مات في في, في بلده الله يرحمه مات يعني من هذا من شيء يعني كان نقدروا نقولوا عنه اعمال يعني ماشي في الغابات يعني صارت يعني في اماكن في محيط في محيط يعني فيه الحشاش اللي طالعه وما كانش منقيه كارثه دار كارثه وانا انصح اخوانا المواطنين راهم فوسوا باش ما تكونش كارثه واحده اخرى باش يقوموا بعمليه الشريط الوقائي اللي قدام منازل تاعهم او قدام يعني الاستبلات تاعهم وين تحرقوا يعني الاملاك تاعهم وين الاماكن اللي فيها اللي يقدر تنطال توصلهم النار يديروا شريط وقائي. طيب سي رشيد نتكلموا مثلا على العاصمه وما يقال على العاصمه ينسحب على ولايات اخرى. نعم. هل المساحات الغابيه اللي في العاصمه تراجعت ولا راهي تتوسع ولا باسك اون لا لامبريسيون كو لالجيروا ايتوف راهي تخنق كاين بوشاوي كاين غابة باينام كاين لكن كاين بعض الغابات الصغيره هذه هل هذوما لي بوموندالجي بوشاوي باينام بوموندالجي هذوما لكن ما تنساش ثاني كذلك الغابه يعني تراجعت شويه يعني في فيه يعني وين 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 استعملوا يعني الداو يعني منها باش يعني بناء ولا للسوسيال ولا لا ديال ولا كان مناطق اللي بنيت بنات فيها كذلك يعني مام يعني العاصمات اللي كبرت فيها الناس يعني زادنا ناس يعني زاد فيه وسائل اللي زاد طورت فيها لازم لهم اماكن بصح لي زير دو روبو المساحات الخضراء يعني نهضرك على الغابات لكن مساحه الغابات زاد مساحه لي زير دو روبو يعني انا نشوف العوام الاخيره هذه يعني زدنا فيها في يعني زدنا راهي راهي بارتو بارتو راهي بارتو كاين بليزون ماي بارتو نقول بارتو يعني يعني نسبيا نسبيا كاين يعني وين الناس راهي تقدر تجول تقدر تشوف تقدر تلبس مثلا في العاصمه ولا في تحتاج الى تشجير اكثر ولا يعني لا نعم احنا 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 رانا كل عام نقوموا بعمليه تشجير كل عام نقوموا في عمليه تشجير تقريبا كنا كم لكن في الاعوام هذه اخيره يعني نقصت بارابور كاين يعني تقشو على التقشو يعني نقصت شويه كنا تقريبا نسجلوا 60 ألف هكتار في العام رانا اليوم رانا تقريبا 36 ألف هكتار كذلك بالنسبه للعاصمه الى يعني كل عام يعني كل عام نشوف في عمليه تشجير لكن التشجير لازم له متابعه الناس اطلقت فيسبوك يعني الان الجزائري يعني يقولوا حمله تشجير يعني 40 مليون شجرة ولا هذا ممكن غير ممكن يعني نقدروا نديروا حد أدنى أقل كيفاش تشوف هذه المبادرة هذه والله مبادرة مليحة لكن أنا 40 مليون اسكو احنا عندنا كاباسيتي باش نديروا 40 مليون شجرة تقريبا عندنا شركة نقدروا نقولوا شركة وطنية تقدر راهي دير 4 ملايين يعني شتلة يعني بلونت ونقدروا ببعض الولايات تقريبا انا نقول تقريبا كل ولايه عندها يعني المشتلات تاعها ومشتلتين ان شاء الله ان شاء الله احنا انا 40 مليون حاجه كبيره لكن لكن والله هذا يعني مشروع مليح يعني ستيني بون انيشاتيف دار حاجه مليحه انا اتمنى يعني كل مواطن يغرس شجره رانا تقريبا 42 مليون ان شاء الله نلحقوا هذا العدد باش ولكن باش تكون متابعه والمواطن الحمد لله حاجه مليحه دركا مواطن راهو يشارك راهو يحس راهو يتابع راهو حاجه مليحه ولكن سي رشيد عمليه التشجير هذه تنتهي بغرس هذيك الفسيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامه وفي يدك فسيله يعني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اورسها نعم قامت القيامه خلاص الدنيا سي محمدك طالع عند رب العالمين وحسابات ويحاسبك وهذا في الجنه وهذا في النار وهذا في الصراط وهذا في كذا يقول لك اورسها ما تحوش تفهم هل تنتهي بعمليه الغرس ولا الغرس هي الخطوه الاولى فقط علاش قلت لك انا فيه لازم تكون فيه متابعه يعني الشجره هي الغرس
وكذلك متابعة تقريبا متابعة تاع 3 شهور السقي، يعني واحد الانسان يقوم بها والسقي 3 شهور. ومن بعد يعني كيما نقولوا حنا الصبي يكون يعني بيبي ولا نقوم به، ومن بعد نخليه نطلقوه. هذا كذلك يعني الشجرة 3 شهور، من بعد 3 شهور يعني يخلوها لحالها، وشنو ما يكونش يعني الإنسان اللي يعود يولي ليها يجيب يعني الأغنام ديالو باش ياكلوا هذيك يعني الشتلات الصغيرة، هذيك شجرة صغيرة، أو يعفس عليها أو ينحيها أو نعم. لازم تكون يعني متابعة. عندكم خط أخضر؟ خط أخضر تبليه؟ نعم عندنا خط أخضر، لكن مع متعاون واحد يعني أوبيراتور، سير أوبيراتور بولمو نقدر نمدو لا مد على راك أوبيراتور جزائري. جزائري نعم. عندنا لو 1070 تاع موبيليس. تاع موبيليس. موبيليس نعم. وستان أوبيراتور نعيط لك قال كاين شفت فو نعم فواي نعم كي تعيط قال فوالا راني شفت انا حريق في مكان ما، احنا نقول لك نعم وين المكان وين راك والمكان ما هنا، احنا نعيطوا لهذيك البلاصه يعني الولايه ولا كونتاكت الجماعه ما تدخل. طيب حاب نتكلم معك على مثلا الحوادث اللي يتعرضوا لها يعني اعوان الغابات والحمايه وكذا. نعم. فوق الإرهاب اليوم مثلا مع الجرائم الناس تخدم في الغابات نعم. ماشي سهل نعم. ماشي سهل ولكن ما بقاليش كثير من الوقت، ربما فرصة أخرى نتكلموا على لي باربيكيو هذو. قبل ما تقول لي وين نقدروا نروحوا نديروا باربيكيو في هذا العيد هذايا، هل هذا سبب في الحرائق كذلك؟ نعم انا نقول لك انا كنا حكينا مقبلات على حريق تاع 28 جويليا في جرجرة، 28 جويلية في جرجرة، يعني جات ناس تسهر يعني شعلت نار وأكلوا وشربوا وراحوا خلاو النار هكذا، هذيك اللي كانت سبب الحريق. اسمح لي سي رشيد نقدر كنت فيها نطفات، كيفاش نعرف بلي طفات النار؟ هي طفيها نرمي عليه لها الماء وزيد ردمها بالتراب. ايوا ردمها كي تردمها يعني ما يكونش فيها اكسجين الداخل يعني تموت. يعني كي تدير الماء وحده يقدر ما طفاش، ما تقدر ما طفاش، تقدر ما طفاش يعني في يكون احسن، هي الاحسن يعني الماء يتردمها يعني مور هذيك يعني تردمها وتكون يعني تقريبا يا انسان كي يردمها تكون يعني طفات. طيب انتم الان على مقربه من العيد، هل وجدتوا وين ناس تقدر دير الباربيكيو هذا ولا؟ نعم على بالكم هل ممنوع ماشي ممنوع يجوز ما يجوزش؟ مش انا ندير لاكلاسير تاعي الكتلات تاعي وما تقول لي خويا ممنوع ما فيهاش كيف ندير نعاونوا لي الدار؟ هي حاجه الاولى لازم تشري كبش هكذا وعند الموال ولا عند بابا نوال لا عندك الاختيار هنا وين يكون رخيص يعني تقدر تجيب الكبش ديالك. انا نظن باللي عند الموال الجزائري كيما حبيبنا حاجه مليحه ويسعفنا ان شاء الله ويرحمنا في هذه الايام هذه الايام الاخيره هذه ان شاء الله يكون يعني ترخص شويه للسلعه كما نقولوا احنا ونجيبوا. قلت لك يعني احنا ممنوع يعني شعل النار في اول جواني 31 اكتوبر يعني داخل الغابة او بقرب الغابة ممنوع من عن باتن، لكن دي زيكسيبسيون احنا جزائريين ولا كاين مناطق وين مرخصة. نعم مرخصة، هذه يعني لي زينيسياتيف تاع 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 كيما نقولوا احنا لي كونسرفاسيون محافظات الغابات تاعنا اللي داروا اماكن مخصصة. مثلا نقول لك انا كاين في وهران في سانتا كروز يعني شفنا هنايا تقريبا نظن ما في بوشاوي هنا كاين باش ما يغيضهمش الحال. بوشاوي كاين نظن بالك كاين في جهة من ولا ما كاش نقولوا لهم العام الجاي لا معليش احنا نقولوا ممنوع احنا نقولوا ممنوع ممنوع اذا كان يصيبوا يعني يصيبوا العون عون الغابات موجود يا ربي 24 ساعه مناطق اخرى مناطق اخرى يعني يقدروا يروحوا الولايات اللي الغابه اللي موالفين يروحوا فيها، لكن انا نقول ناكد ممنوع يعني ممنوع من عند باتن شعل النار اذا كان رخصت المدير او يعني اداره الغابات بهذا الشيء يشوفوا مع اول الغابات يكونوا موجودين وحاضرين داخل الغابه، ما يغامروش روحهم يروحوا جوايا واحد اخرين ما يكونوش محروسه، اذا كان يعني يتحكموا يقدروا يخلصوها غاليه كما يقولوا احنا. نتمنى انه ان شاء الله ما تصرعش هذه وسي رشيد يعطيك الصحه، رشيد بن عبد الله رئيس مكتب الوقايه ومكافحه الحرائق بالمديريه العامه للغابات، شكرا جزيلا. شكرا نشكر بارك الله في درنا لتود لا كيسيون. ان شاء الله لكش ما عندك حاجه حاب تزيدها هكذا؟ لا والله انا نداء برك المواطنين تكون اليقظه والحذر يعني في الايام هذه في ايام تاع العواشير في ايام بعد العيد تكون اليقظه والحذر، ما تنساوش بلي غدوه ان شاء الله تكون في درجه الحراره 40 درجه توصل غدوه ان شاء الله. نعم هنا في العاصمه يعني في الطرف وعنابه وسكيكده تكون درجه الحراره مرتفعه، وين تكون درجه الحراره مرتفعه يعني احنا نتخوفوا
يعني قطاع غابات، نعرفوا باللي كيظهر المناطق هذه تكون في درجة الحرارة مرتفعة، يعني النبتة تكون ميتة، أبسط حاجة يعني تقوم تكون فيها حرائق، وإن شاء الله تكون اليقظة والحذرة. إن شاء الله نتمنى ذلك. المهم صحة عيدك، كل عام تبقى عيدكم مبارك، وعيد مبارك لك ولكل الجزائريين. الله يجازيك بارك الله. الجزائريين صحة عيدكم ذاتك. نعم نعم، صحة عيد لكل الجزائريين، وإن شاء الله يعيدوا بصحة ولهنا. إن شاء الله أمين. إذن مشاهدينا الكرام نشكركم جزيل الشكر، استضفتونا في بيوتكم، صبرتوا علينا، إن شاء الله نكونوا يعني حاولنا هكذا نديروا حصة مواطنية، ميسيون سيتوايان، لأنه قضية الغابات هذه قضية حيوية. على حسب الأستاذ رشيد يقول غدوة 40 درجة، معناها قالك ما تلاقاوش غدوة، إن شاء الله إذا كانت لقينا إن شاء الله نتلاقاو. إذن موعدنا غدا أو بعد غد، إلى ذلك من الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.